مساء الخير، اهلا بيكم. حلقه جديده من جمالك. هكون النهارده معاكم انا وزميلاتي امنيه وايناس. خلوني ارحب بيهم. امنيه فاكراني قمر النهارده. انت قمر. الوانك تحفه وتجنن. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا ايناس. مساء الخير يا رانيا. مساء الخير على الناس الجميله اللي تتفرج علينا. ان شاء الله حلقه حلوه. ان شاء الله. ايناس طبعا الاصفر انت اللي احنا النهارده على فكره انت اللي واخده اللون الاسود عشان على فكره انت عايزه تجذبي ناحيه الاسود. مش عارفه خالص بس انا بحبه. يعني مهما تروحي للالوان بتروحي للاسود. اسود طبعا بيجنن النهارده. مش يعني الجمال برضو شيء مطلوب يا جماعه. جمالك بقى، احنا في برنامج جمالك فلازم نهتم بالجمال. عايزه اقول لكم على حاجه. هنتكلم النهارده عن موضوع يعني هنعتبرها فزورة. كلنا ستات كلنا بنحب الموضوع ده. تفتكري ايه يا أمنية؟ من اكتر المواضيع المهمه والقريبه لقلبي. اكتر المواضيع المهمه لقريبه الستات وقريبه لقلبي بقى، علشان والبنات على فكره كمان. بنتكلم عن حاجه طبيعيه، فانت جيتي لاكتر حته انا بحبها. نتكلم النهارده عن الميك اب الطبيعي، يعني الحاجات الجديده اللي طلعت دلوقتي. ان احنا ابتدينا نتجه للميك اب الطبيعي لان هو طبعا مهم جدا، مفيد جدا إنها جدا للبشره. حاجات ومواد طبيعيه. ابتدت شركات كتير جدا دلوقتي تهتم ان هي تعمل خط انتاج للميك اب الطبيعي، لان الميك اب مهما كان غالي مهما كان براند فهو برضه مضر للبشره. مضر جدا جدا جدا. كفايه الكيميكالز اللي بتبقى فيه. اكيد. وفي ناس على فكره ما بتاخدش بالها من الاكسبايرد ديت، يعني تلاقي بيبوظ الوش تماما. عايزه اقول لك يا ناس ان احنا حتى لو تاريخ الانتاج مهم جدا طبعا احنا نبص عليه، لكن مهما كان هو الميك اب مضر جدا جدا للبشره. عشان كده ابتدينا نشوف دلوقتي كتير قوي حاجات بتقول ابتدينا شركات ابتدت تعمل سواء محليه او من بره خط انتاج طبيعي. من اكتر الحاجات كمان اللي ابتدت تظهر كتير بقى وبنلاقيها دلوقتي مورد الخدود والشفايف بقى موجود كتير جدا دلوقتي. انا عايزه اقول لكم بس حاجه قبل ما ندخل في موضوع سؤال الحلقه بتاع مورد الخدود. عايزه اقول لكم ان من كل طفله من وهي قد كده بتقف قدام المراية. أنا شخصيا كنت بقف قدام المراية وبقول مامتي تدخل عليا. وانتي أكيد برضو يا إيناس وانتي برضو حاجة الروج وبعدين أبتدي أحطه. وأنا مرة عملت عاملة يعني غريبة، جبت تباشير اللي هو كان ملون زمان ده وكنت واقفة وقررت أن أنا أعمل ميك اب لأنها كانت بتزعقلي، فقررت أن أنا أعمل ميك اب بالتباشير. لا أنا عايزة أقول لكم المصيبة الأفظع، كنت بجيب الألوان في الماستر واعمل بيها وشي بالالوان. مورد الخدود الشفاف أيوة. دلوقتي الطبيعي حللنا المشكله دي. انا بنتي تقعد تقول لي يا مامي انا عايزه احط ميك اب زيك، فجبت لها مورد الخدود طبيعي وحلو ومفيد لبشرتها، احط لها في الشنطه ولما نيجي نخرج بتحط ميك اب زيي على خدودها وشفايفها. في 4 سنين شفتي. فبس انا بقى يعني خلاص مرتاحه ان هي حاجه امنه جدا عليها. فاحنا دلوقتي ابتدينا نشوف مورد الخدود مميزاته كتير جدا. انا النهارده جايه حاطه مورد الخدود على فكره، مش حاطه البلاشر. ده مورد خدود طبيعي. ده المورد بقى اللي احنا هنجربه كله دلوقتي. كله مكونات طبيعيه. طبيعيه، هي دي ميزته ان انت بتحطي حاجه على وشك طبيعيه 100%. مكوناتها اساسا ايه؟ زبده الشيا والزيوت الطبيعيه اللي هي اساسا كلها فيتامين. انت مش بس حاطه حاجه بتحمي بشرتك من الضرر، لا ده انت طول ما انت حاطاه انت بتستفيدي. واي حد فينا يقدر يعمل المكون ده في البيت ولا لا؟ ممكن نعمله طبعا، وانا عملته قبل كده، عملت فيديوز عن ان احنا ازاي نعمل مورد طبيعي في البيت. بس الفرق بقى ان انت مش بتقدري تتحكمي في الدرجات، مش بتقدري تتحكمي ان هو يبقى ثابت، ممكن هيبقى اويلي شويه فممكن يتمسح بسهوله يروح بسرعه. لكن احنا بقى يعني النهارده معانا مورد الخدود والشفايف من اورا، حاجه كده تجنن بجد. حلو جدا، طبيعي ثابت. فكرة ثابت دي كمان احنا في الصيف لما بنيجي نخرج ونحط الميك اب، اول ما بتنزلي هي ساعة واحدة وبتدي بقى الميك اب بتاعك يروح. فاحنا حلينا المشكلة دي في المورد الطبيعي. انت الميك اب بتاعك ثابت طول الوقت. المصايف لما تيجي نروح البحر والبسين وتبقي عايزة شكلك يبقى حلو كده وانت قاعدة بتتصوري فعايزة تحطي ميك اب، فالناس هتقول حاطة ميك اب على البحر اصلا هيضر بشرتك وكمان هيروح. فانت متخيلة بقى ان انت تحطي ميك اب وتنزلي البحر والبسين، تحطي مورد وتنزلي وتطلعي زي ما انت زي ما انت. فده حلو جدا. في كام حد فينا بينزل يشتري نفس الالوان هي يا ايناس وما بنستعملهاش؟ يعني مثلا أيوة انا عندي مثلا فوق
مش ببالغ حاجات النودز والله. طبعا حاجات كتيره اللي هو فوق ال 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 100 قلم ليبستيك او روج، وفي نفس الوقت ما بستعملش كل ال ما بستعملهاش بس مركونه اكيد. بس يا ترى بقى لو منتجات طبيعيه هبقى مش خايفه ومش قلقانه؟ في عرايس كمان بتبقى لسه متجوزه وعايزه تبقى شكلها حلو في البيت، بنات بتبقى دايما حاطه، انا بصحى من النوم احطها قبل ما تنام عشان تصحى شكلها لا أيوة. انا حمرا رايحه الجيم، الجيم مثلا ما ينفعش انك تحطي ميك اب وانت رايحه الجيم، ساعتها شكلك يبقى حلو برضو، فبتحطي المورد حاجه طبيعيه وحاجه امنه جدا. وطبعا ما فيش حساسيه ولا اصلا هجرب لا بس في بقى احنا عايزين نقول حاجه مهمه إيه جدا قولي. هو معنى ان انا الاقي اي حاجه في السوق مكتوب عليها تنت او مورد خدود اشتريها كده هي مفيده لبشرتي؟ لا طبعا، هو في حاجه اسمها مورد بودره غزال مضروبه وفي الاصلي. احنا دم دايما في الغزال قصدك؟ بودره هو المورد بيتعامل من ايه؟ من بودره دم الغزال. بودره دم الغزال دي فيها المخشوش وفيها الاصلي. احنا بنبعت في المصانع الكبيره، واحنا مثلا عندنا في اورا ازاي اعرف بقى المخشوش مش من الاصلي؟ بصي انت عارفه انا بستخدمه ساعات، في ناس كتير قوي بتستخدمه في التان انها تقعد تعمل تان، فازاي اعرف المخشوش مش من الاصلي؟ بصي هو المخشوش غالبا ما بيجيش حبه، يعني بيبقى احنا اللي بنجيبه من بره بتبقى في حبيبات تخينه شويه واحنا بنطحنه، وبعدين بيبقى ما بيضرش البشره. بالعكس بودره دم الغزال عموما هي فيها فيتامين كتير قوي للبشره، لكن هتبتدي تروحي تلاقي في تنت ب 10 جنيه وب 15 جنيه في السوق موجود كتير جدا، بس ده بيبتدي يطلع حبوب طبعا بيبوظ البشره جدا. فمهم قوي يا بنات ان احنا البراند اللي احنا بنجيب منه براند معروف، براند انا واثقه فيه، فبجيب منه حاجه ثقه، فده مهم جدا. عشان انت برضو قلتي حاجه مهمه قوي يا رنا. ايوه طبعا، لان في بشره بتبقى دهنيه. انت بشرتك ايه ايناس؟ انا مش عارفه تقريبا مختلطه. مختلطه في بشره دهنية على حسب ال يعني تبقى حتت اللي هي التي دي، حتت وحتت صح التي دي، وساعات بتبقي كل شويه انت مضطره معاكي جوه شنطتك الميك اب بيرس بتاعتك، مضطره تخشي الحمام تعملي شويه يعني لون، تدي لنفسك لون. اورا بقى عامله لنا مورد خدود بيناسب كل انواع البشره. اولا ان البشره بتمتص بسرعه جدا، بيفضل ثابت على البشره كانك مش حاطه حاجه خالص. كمان بقى الميزه انه درجات ثابت، ده يعني ثابت، يعني انا هحط لكم منه دلوقتي على ايديكم، هتيجوا بكره هلاقيكم برده لسه. لا احنا صح؟ ممكن نجرب كده، نجرب. هاتي واحده ليا انا وايناس نجربها. ده شكلها ده شكل وعلى فكره يقعد فتره طويله، ده لون بيقعد كتير جدا. بيقعد معاكي كتير قوي. ممكن انا بصحى من النوم، مخرجنا الجميل يجيب لنا شكل العلبه، وده اللون اهو باين، ده بقى اللون انا برده بحبه قوي، ريحته حلوه قوي وريحته بقى تتاكل يعني. بصي الوان تجنن يعني الريحه الفظيعه دي. بصي دي درجه برده حلوه جدا. احنا عاملين درجات ليه بقى؟ لان في بنات بتيجي تقول دي درجه ثانيه، دي درجه بينك شويه، لان طبعا في بشره بتاعت حد ممكن يدي على بينك، وطبعا احنا عارفين البشره بتاعت الالوان بيبقى في حد فينا مسمر على احمر ومسمر على اصفر، فكل واحد فينا بيبقى له الدرجه اللي هي تمشي معاه. احنا بقى حلينا لكم المشكله دي، ان كان في بنات كتير بتقعد تقول انا حطيت المورد فهو خفيف على بشرتي، انا بشرتي غامقه، وفي بنت تقول لا انا حطيت مورد فطلع تقيل علشان انا بشرتي فاتحه. فاحنا عملنا درجات علشان اللي بشرتها غامقه تلاقي المورد اللي هي بتحبه، واللي بشرتها فاتحه تلاقي المورد اللي هي بتحبه. انا عايزه احط على ايدي، انا عايزه احط من اللون ده من ده؟ طب هاتي ده وهاتي ده. بكره بقى لما تيجوا هشوفها الاقيها لسه موجوده. فعلا؟ عايزه اقول لك ان انا بصحى الصبح احطه واخرج بقى. بتحط كميه بسيطه ولا كميه؟ لا كميه بسيطه. وعايزه بقى اقول لك حاجه كمان. طب ايه ده؟ هو انا ممكن استعمله؟ بصوا اللون عامل ازاي؟ حلو جدا. ممكن نجيب الكاميرا. طبيعي قوي، فيها بينك وفيها احمر. وبعدين انتوا كمان هتلاقي ناس دلوقتي الميك اب ارتست بتشوفوهم بقوا بيحطوا على الخدود وهي بتعمل ميك اب المورد بدل البلاشر. يعني فكره انه ثابت للعرايس دي، وعروسه تبقى حاطه مورد ويبقى ثابت طول الوقت معاها، بيبقى حلو جدا. عايزه اقول لك حاجه، ايد فيها بينك وايد فيها الله، اللون فظيع يا امي. طب ممكن اسالك سؤال بقى؟ ايوه. انا افرضي انا عايزه استعمل ده هنا مورد شفايف، طبعا ممكن احطه صح؟ ده انا بصحى اغرق شفايفي وخدودي وتقعدي بيه طول اليوم. وعايزه بقى اقول لك حاجه كمان، ما بيتمسحش على فكره. الصباع اللي انا استعملته هنا عشان احط بيه المورد على ايدي حمراء، وبعد الباديكير كده رجلك شكلها حلو تحطي على الرجل. في ناس بتبقى في المصايف هو بيدي لون زي التان شويه،
تحطه مع اي زيت، اي اويل، اي اويل حلو للبشره هي بتحبه مفيد. الله. تحطه على بشرتها يديها لون تاني كده حلو جدا. ناتشرال سيكريتس هي الحل. هي طبعا عايزه اقول لك كل الجديد، واكيد اسعارهم طبعا يعني هتبقى لطيفه بالنسبه للناس وتقدروا تدخلوا. اسعارهم حلوه جدا. لا وبالنسبه كمان للبراندات اللي موجوده، اللبستيك مش عايزه اقول بقى قد ايه دلوقتي اكيد، بس يعني لا ده بيقعد فتره جداً. طويله كمان. احنا دايما يعني دايما اورا بتركز قوي في موضوع الاسعار دي، ريحتهم تحسي ان انت عايزه تاكل كده وانت حاطه على حتتي روز حاطه تعملي كده. ايوه عارفه ريحه العرايس لما بتشتريها بتبقى ليها ريحه كده فعلا. لا حلوه قوي بجد. و احنا طبعا كمان يعني في بنات بعت لنا تسال اسئله كتير ان هو ثابت في البحر وفي الميه والكلام ده. هو ثابت طبعا طول الوقت. انت عارفه حتى لو عندك فاونديشن وهتيجي تستعملي ايوه زي النهارده كلنا بنعمل ميكسنج لما بنيجي نشتري حتى الليبستيك بتشتري اي روج. في ناس كتير قوي انا بحط ثلاث الوان على بعض عشان انا النهارده عايزه اطلع لون، فهل ممكن مثلا اخد برضو من ده احط شويه ممكن مع الفاونديشن يديني لون على خدودك؟ ايوه انا بقول لك النهارده يعني تعملي ميكسنج مع الخفيف الدرجه الخفيفه. انا حطيته وانا عملت الفاونديشن وحطيته على خدودي وخلاص، ما مش محتاجه ان انا احط تغششينا قبل الهوا يعني تطلعي المره الجايه بقى. انا قلت النهارده اعمل لكم مفاجاه. برضو ستات برضو مفيش فايده. طب انت بتحطيه قبل الفاونديشن ولا الاول؟ بعد. ما هي بقول لك برضو دي ميزته ان هو انت ممكن تحطيه. وده على فكره لو بتفرجوا على فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب للميك اب ارتست هما بيحطوا، هتلاقي بتحط هنا حاجه بينك كده وبعدين تبتدي توزع. فهو ده مورد الخدود، ابتدوا دلوقتي يحطوه كتير جدا بشكل بيطلع شكله طبيعي اكتر كمان وانت حاطه الميك اب بتاعك اكتر من البلاشر. على فكره مش هيروح. هو حلو جدا. مش هيروح. انا بكره هو مش هيروح حتى بالميه والصابون هيقعد معاكي يوم يعني حتى لو غسلتي وشك بالميه وهتقعدي يوم كامل اللي هو ثابت على وشك. احنا الاثنين النهارده هنعمل كده بالليل وهنصحى الصبح نشوف وهنيجي نقول لك. ايوه. طيب عايز ده حلو جدا عشان مفيد صراحه. الدم الغزال ده انا دايما بسمع حتى في الصبغات او الحنة تقريبا بيدخل في الصبغات في حاجات كتير فبرضه بيبقى مفيد للشعر. حلو جدا. بس مفيد. لما تبقى كريمي كده بعد كده بقى نعمل لهم بقى وصفات صبغات ازاي يصبغوا بالحاجات الطبيعيه بقى وبدم الغزال ازاي نعمل شعر فعلا يعني ممكن برضه نعمل ده طبعا حلو قوي. بس ده اللون الاحمرات بقى مش اشقرات. بس اكتر لون احمر بيطلع حلو جدا بدم الغزال ببودره دم الغزال. حلوه قوي. انتي بس انتي برضو انتي اشقرات مش احمرات. مش ايناس ايناس بقى مش حاجه ليا انا يعني كده خدي بقى ده ليكي اهو حطيه بقى بكره ونشوفه في الميك اب يبقى شكله فعلا ايه. ده هيبقى في الميك اب شكله عامل ازاي؟ شكله هيبقى حقيقي حلو جدا. هيبقى حلو قوي. طيب حتى لو غسلنا وشنا بميه ما بيروحش؟ لا عملتي بميه كده مش هيحتاج مش هيروح لحد تاني يوم زي ما قلنا. لو نزلتي بيه بحر نزلتي بيبسين حلو جدا يعني. مش طبعا اي استفسار اي حد يبعتوا لنا بقى يبعتوا لنا بقى. احنا عايزين بقى البنات اللي هتجربوا كلها كمان تبعت لنا على البيج بقى بتاعه برنامج جمالك تبعت لنا صورها كده علشان هيكون ليها عندنا جوائز ومفاجآت وهدايا حلوه جدا. دي حاجه تانية خالص هنتكلم عليها. اي حد فينا هيسمع ان في حاجه طبيعيه اكيد 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 يا امنيه مش هيروح بصي هو في حاجات دلوقتي كتير قوي في الميك اب ابتدت الشركات زي ما قلت لك تعمل حاجات كتير خط انتاج طبيعي في حاجات كتير قوي في الباودر وده هنتكلم عنه بعد كده وان شاء الله اورا برده هتعمل لنا الحاجات دي. لكن احنا النهارده بنتكلم عن المورد خصوصا لان هو ابتدى ينتشر جدا فعايزين البنات تبقى حذره جدا وهي بتشتري مورد يبقى يكون نوعه كويس. احنا كنا يعني بنزلنا كده بوست الاسئله عايزين اسئله تجيلنا على الشاشه. نزلنا بوست على الصفحه البنات يا جماعه البنات تقول لنا كده اللي جربت المورد تقول لنا ايه الاخبار وكنا عاملين او اللي نفسها حتى تشارك في المسابقه نفسها تجرب نفسها تشارك في المسابقه. سؤال اهو يا جماعه وموجود عندكم على الشاشه. استخداماته للخدود بس؟ لا طبعا زي ما قلنا انت ممكن تحطيه على كعب رجلك على الكوع على الاماكن على الركب لو غامقه عندك وعلى الجسم في اماكن كتير ممكن تستخدميها الشفايف او الجسم كله لو حد عايز يعمل تان يبقى حلو جدا. ده برده شيماء
لا ما بيسدش المسام خالص يا شيماء، لان احنا عاملينه البشره بتتشربه بسرعه جدا ومش اويلي خالص. هو يعني فعلا نشف على الايد، هو انت كانه مش موجود، كانك مش حاطاه. وطبعا الحاجه اللي ريحته حلوه، عاملين ريحته فظيعه. ايه بتسال هو ينفع البشره السمراء ولا لا؟ هو ينفع طبعا جدا، لان احنا عاملين قرى كمان عامله درجات زي ما شفناها دلوقتي في الفاتح والغامق وفي اللي هو بينك ده، فبينفع لكذا نوع بشره. هو زي ما قلنا طبعا انت نازله الفسين، بصي اطمني انزلي الفسين واطلعي هتلاقي زي ما انت. ما دي ده السر اصلا. ايوه ده جميله جدا ان هو يبقى على طول موجود. احنا كده معانا اسئله ثانيه ولا كده؟ معانا اسئله ثانيه. سعره كام؟ ابعتوا بقى على الارقام، الرقم موجود على الشاشه وعلى بيج اورا ناتشرال سيكريتس هيعرفوا الاسعار. بس هو سعره حلو جدا على فكره وبسيط يعني، ولكن برضو نخلي بالنا من حته الاسعار دي. زي ما قلت لكم لو لقيتوا تنت يعني رخيص قوي كده اعرفوا ان هو اكيد مش طبيعي. اورا ناتشرال سيكريتس انتوا عارفين الصفحه، ابعتوا عليها كل الاسئله واللي عايزه تعرف الاسعار واذا كان في ديليفري وكل حاجه بتبقى موجوده على الصفحه. عندنا فاصل صغير وهنرجع نكمل بقيه فقرات برنامجنا النهارده من جمالك.